أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الغياب عن معاني الآخرة وأهمية استعداد الإنسان للآخرة هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في كل جمعة، في كل جمعة بقاف، اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها التذكير بالآخرة. علاش؟ لأننا غاطسين في الدنيا، وكل ما في الدنيا يلهيك عن الله، إلا ناصح وإلا صاحب في الله. فإذا الحد الأدنى من تذكير الآخرة أدنى في الجمعة، لذلك الجمعة فرض، فرض عينين. ما نصليوش الجمعة في دارنا، مش في المسجد. ومن تخلف عن الجمعة خمسة أربع مرات طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، يعني يولي القلب ديالو صفيحة هكذا ما فيهاش الخير. هذا الحد الأدنى. ولكن فوق الحد الأدنى خصنا نذكروا الآخرة في كل وقت، وإلا نكون من الكافرين أو من المستهزئين أو نكون قريبا منهم. جماعتنا أيها الإخوان والأخوات تسمى جماعة العدل والإحسان. جماعة العدل والإحسان. العدل يطلب إلينا مدافعة ودخول إلى الساحة السياسية وإلى، والإحسان والعدل جزء منه، والإحسان يطلب إلينا أن نحسن طلبنا للعدل وأن نحسن طلب وجه الله عز وجل. وهذا مثلا إذا ما كان واحد اللي يريها لك ما تعرفها شيء، قرأ الكتب ديال الدنيا والآخرة. لو كان الكتب تكفي كتاب الله يكفينا، لو كان الكتب تكفي الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم تكفينا. ولكن ما قلش لي قل لك إن الله عز وجل يطلب ويطلب، يطلب ويطلب، يطلب إليك أنت أن تتقرب إليه، ويناجيك ويقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، ومن مشى إلي. في واحد الرواية عاد القتال هذا الأسبوع هذه، ومن تلقاني، الله تعالى يقول من تلقاني بشبرين تلقيته بباعل، تلقاني تلقى الله تعالى، تلقى الله تعالى من نفرحه به. كان تلقى واحد مسافر توقن له، كتلقاو بالحضور نشاط. إذا ما كان شي واحد يقول لك بأن الله عز وجل يحب ويحب، هذا كتقراها في القرآن، هذا كتقراها في القرآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه ولكن قومين باش قلوا أنا كي ندير باش يحب الله عز وجل، باش تعرف الله تعالى، تكسر الأنانية هي الأولى. أنا الأنا الزائفة اللي كتقول أنا صافي حصلت كذا وزدت كذا. أفراد الذي كفر بآياتنا وقال أوتينا مالا ولدا أضطر على الغباء بتخدع عند الرحمن أحدا. لا إله إلا الله، الله يكفينا الشر ديال الأشرار. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني وأوجز، علمني وأوجز. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم، يعني ولا تتكلم. والعربي لما كان جوج تاءات هكذا كيحذفوا وحده منهم، هذا شيء في القرآن كثير. ولا تكلم يعني يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، في القرآن الكريم يوم ياتي لا تكلم، ويوم ياتي شكون؟ يوم الدين الآخرة. لا تكلم نفس، يعني لا تتكلموا نفسه إلا بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى. وعناس الوجوه الحي القيوم، ديك الوجوه الكبيرة المتكبرة يوم القيامة عانت، من عانت خضعت. والله ما نخضع من الآن، نخضع